التطورات المتلاحقة في قضية رجل الأعمال السوري رامي مخلوف والانشقاق الداخلي الذي تشهده عائلة النظام. رامي مخلوف يعين ابنه علي لعضوية مجلس إدارة سيرياتيل بديلاً لشقيقه إيهاب الذي استقال من الشركة، وأعلن ولاءه لابن عمته بشار الأسد وفق منشور له على فيسبوك. إيهاب مخلوف تحدث عن خلافات مع شقيقه رامي بشأن طريقة تعاطي الأخير مع الإعلام ومع الملف القانوني والمالي للشركة. الصراع الذي يخوضه مخلوف مع الأسد لم يتوقف هنا، فبعد حجز أمواله تم منع رامي مخلوف من السفر بشكل مؤقت بطلب من وزارة اتصالات النظام، كونها الجهة المطالبة بمبالغ مالية من سيرياتيل للاتصالات التي يرأس مخلوف مجلس إدارتها. ويأتي قرار الأسد كذلك بعد قرار سوق دمشق للأوراق المالية الحجز على أموال مخلوف في 12 مؤسسة مالية ومصرفية خاصة في البلاد، بعدما قررت وزارة مالية الأسد الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف وعائلته ضماناً لتسديد المبالغ التي سبق وطالبت بها الهيئة الناظمة للاتصالات مخلوف بدفعها، والبالغة قرابة 130 مليار ليرة سورية. ملوك الشيخ العربية.